وسفر وكلام زي ده. لا لا ما الخمسين خمسين طعمه وذي الوالي دين النوبة. أصير دين النوبة. بقى شوف خديجة دي وين. طب شو اليوم انا ذاتي ما بمشي عليها. اي خليهم تمشي لهم برا. لا في لا 20 هسه في هنا اذا خلاها تمشي تفوت. قلت لك يا صاحبك داري الثلاثة اظن داري توسع في القصص. توسع في القصص معايا. قلت لها ثلاثة بتعشر. قلت لها العمل هذه ولا بتتعمل ولا حاجة. ده نايم. قلت لها يا اخي دي داري اثنين برا المرة دي داري اثنين برا. والله قالت ولا وقالت الا اثنين ونص. شفت انا بمجابدة وصلنا اثنين. قال لي حقها حقها. حقها. ما داري ياكل فيه. وقال اصير المليون المليار بيكذبوا بالدنيا. لكن نادر انشاك. ماما يلعب لكن لا ما ممكن يلعب معك لعب قدر ده. يا كنا انا 50 هناي 75 الف دولار والله كثيرة ده لعب كثيرة كثيرة كثيرة. هسه شوف فضل فضل عبد الرحيم قدامه قال لي قال لي يا نادر حقك كلمته في الموضوع ده قلت له حقي مليون دولار كويس قال لي ده حقك طبعا ده بعد يظبط الموضوع. ثانيا قلت لهم فضل ده يجي هنا قال لي انا حقك مليون دولار. كلام ممتاز. قلت له جدا. كلمته قلت له شوف يا عثمان رجعنا برا قلت له مليون دولار دي ما عندك اي علاقه معي. ماشي كابس براي. شوف انا هسه دي براي قلتها. انت كانت لا انا ما بقدر قلت خلاص بتقدر انا اصلا شفت حاجه اقولها لخشميلي انا محتاجها. صحيح. ما عاوز شخشخه فيها قال لي لا لا حقتك. رجعنا برا. اها قال لي فضل هنا كم قلت له 50 الف دولار بس من فضل عجبك؟ قال لي كويسه ولاقيها ولاقي ممكن تخليه الفاخر عمل شنو في الفاخر؟ الفاخر عمل شنو؟ الفاخر هسي ما حنقبض منه عبد الرحيم قال لي وخلي ناس الفاخر يدوكم 2 مليار وما ادوكم اي شيء لا لسه لكن حنشيلها وانا متاكد شال منه لانه انت الراجل يقول يدوكم انت تاخر الموضوع ده ما ادى ما ادى معناها في حاجه هو انا عبد النور عم لكن هنا قال لي الفاخر ادى لا ادى عثمان 100 الف دولار ادى هو والله يا نادر ادى طاهر كلمني ادى ومعاه زول لا لا ما عبد المنعم معي في المستشفى اسمعني ما شاء الله عبد المنعم في مصر ما كان لا والله كان الدار معقول الدار قدي ما بيوريك لا 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 انا ما يقدر عبد المنعم مع صاحبي عبد المنعم دار هو بنشكي سوا ما هو ما عارف لليله عبد المنعم ما الدار هو بشي من ذاك جيب عشرات الكلب القاعده دي ما هو زول هسه لو انا ده وما مزنوق لكن لما يكون مزنوق بيطلب اي حاجه عشان يمشي اموره صحيح هو الزول ده بياخذ نفسه في زنقات المره البيت دي طوالي ده يكون شنو جيبه قروش ده يصير بيته انت بتقدر على صالح زي ده ما عندك العقل اللي يجيب القروش نحن بيعرف بيضه بالحجر ايوه لكن انت بتقدر عليه وما هو صغير يلقانا في زير فساد عشان يعمل السلم هو 10 شفتي 10000 دي الزول ده 10 15 لان يوم مشينا الكاردينال جاب الغدا كده لحاله الغدا ده لنا نحن تخيل بالله تخيل انت الزول يكون نفسه رخيصه كده اي والله تخيل الغدا ده كله بالله قلت له يا عثمان ماشي خليك زول لنا ما خليك هادي كده يا زول الغدا وقاعد وبتاع ها القبض كيف قلت اسمع يا عثمان هوي انا كاردينال ده بعرفه لي سنه الطلاق ما قلت له اديني جنيه ولا بقبل اديني جنيه صحيح قلت انا لك بهنا الباب ده ما يفتحوا لك الراسماليه دي كده شفت تجي وديك 10 جنيه خلاص ثاني ما بشتغل بيه اي صحيح انا هسه صديق بالنسبه لي قال لي انا دريت انا بس محيرني في راسي ده دا. داك تورثني ولا شنو شفتك ايه؟ قدر ما اديك تابه اي انت عارف شنو؟ نزل مثنى مش كده انت بتكون عارف يعني اذا لك شغلانه هذا تعمل لك هنا كده تاكل منها كويس صحيح لكن انت هسه دي صاحبتك اللي قالت عندها 3 مليار قالت تدفع قلت لها انا بشيل منين؟ دي علوية اسمها خديجة خديجة خديجة
هي انت 3 مليار وشوية. ده بتاع تسيخ. انا بجيب لها السيخ. يعني 120 طن ويجيب لها. ومشي وتبسي تدفع 3 مليار تدفع 2. وتجيب الواحد قلت لها انا هجيب له وسيط كده وهمي. ابو القاسم محمد ابراهيم. طبعا ابو القاسم. ليه تبغي ده يبقى ابو ربيعة كده؟ خطر لا هيك. لا يا انت يا نايا والله ده كلام كويس. نايا لازم يبقى بيزنس ما انا عنده عقليه. قال لك اللي زاده ده عقليه ما عنده طبليه. اه ما عنده طبليه. والله لكن اقول مش انا ولا كيف؟ لا بس الطبليه دي شوف لنا واحد. يا زول بس انت عليك الا هذا الموضوع عشان هذا نجده معاه. عليكم السلام. الله يسلمك يا اخي. لا الليلة السنة انتوا ما شغالين والله. آمنوا معي. مرحبا أبو خاري. خلاص أوكي يا أبو خاري، أنت بكرة تعالي الصباح هي. والله الصباح أنا بكون في المكتب من 8 ل 10. خلاص أوكي أوكي أبو خاري، الله يسلمك. بقول لك حاجة خلاص. نحن ما دارين شنو عندها قصة السيخ دي يعني كان ان شاء الله يعني هذا بتقدر تحكي لنا عنها. لا ما عندها الا انا بفضل عنده مصنع فاضو مصنع السيخ الماليزي ده ما حبه. انا ما بقول لك انه ليه زول ما هو داير منه اي اي لكن لك تمضي. لا بس خلاص تمام. لا دي لا نادر عليك الله وعي شوية يا اخي تونس شوية. اه بالسلامة. قلت لها طوالي مشكلتك. نعم جايب لك تدوس عليك.